بفاجئنا اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل بطرح موضوع من خارج الجدول، هو تعيين رئيس للأركان. للأسف لنكون واضحين ولنشرحه بطريقة شفافة للشعب اللبناني، يلي قام فيه اليوم هو بدور إلغاء صلاحيات وزير الدفاع، يعني راح لتعيين رئيس أركان يلي مولج بطرح اسمه هو وزير الدفاع، ألغى هذا الدور لوزير الدفاع وأصدر قرار بتعيين رئيس أركان بطريقة غير دستورية وغير قانونية كليا. واليوم هذا المرسوم بده يمضى أولا من الوزير المختص، الوزير المؤتمن على المؤسسة. فاليوم عم نشوف تجاوز كتير كبير، تجاوز لصلاحيات الوزراء الموجودين، وهذا تجاوز سيادي. ونحن منقول انه اليوم اضاف رئيس حكومة تصريف الاعمال شيء جديد على الالقاب يلي اخذها، هو التصرف الجبان. اليوم طرحت موضوع من خارج الجدول يلي هو من صلاحية رئيس الجمهورية بطرح هذه الامور من خارج الجدول، او من صلاحية رئيس الحكومة باستشارة رئيس الجمهورية لطرح هيك مواضيع. هذا التصرف الجبان، وهذا التصرف شبيه بخفافيش الليل، أعمال خفافيش الليل، وسرقة الأمور وسرقة والتعدي على الأمور الدستورية وكأنه بالخلصة. هذا الشيء مرفوض، ومنطلب توضيح من القوى السياسية جميعا وموقف واضح. هل اليوم مقبول إنه رئيس حكومة بهيدي الطريقة يتصرف مع شعبه ومع أهله، وضرب الدستور وضرب النسيج الوطني بالتعدي على كل الصلاحيات لبنية هيدا النسيج؟ للأسف هيدا الموضوع يوصف بالعمل الجبان، بالعمل الخفيف، بالتهريب الليل مثل ما بيقولوا.